في التاريخ قضى على حقبة من تاريخ الكون وبدأ الحقبة الجديدة فهي سفينة واحدة بكل ما فيها بقيت على الوجود قصتها نعرفها جيدا ولكن وجهتها ومكانها هو الأمر الغامض وحتى أكثر من أربعة آلاف عام والأبحاث حتى اليوم لم تتوقف عنها والسؤال الأهم سفينة نوح أين هي الآن؟ الطوفان العظيم هي اشهر قصه في العالم والتي تخفي الى الان لغزا واحدا نحاول معرفه حقيقته فالطوفان الذي غير وجه الارض وامات البشريه كلها الا القليل انحصر ولكن السفينه التي انقذت البشريه برحمه الله اختفت من دون اي اثر ملموس عن المكان الذي رست فيه منذ الاف السنين وسنتحدث اليوم مشاهدينا الكرام إن شاء الله تعالى عن الطوفان العظيم في الحضارات ومسار سفينة نوح عليه السلام وأين رست تلك السفينة وما هي المواد المصنوعة منها وما شكل هيكلها وموقعها الآن تتداول الأجيال منذ قدم الزمان قصة الطوفان العظيم الا ان هذه القصه التي تحدثت عنها الكتب السماويه تحدثت عنها الحضارات القديمه ايضا ولكن بصيغ واسماء مختلفه الا ان جميع القصص اجمعت على ان طوفان اهلك العالم وسفينه واحده انقذت البشريه وما تبقى من كائنات حيه وانها رست على جبل ولكن هذا الجبل ما زالت هويته غامضه ومجهوله حتى الان لكن قصه الطوفان تحمل عبره اساسيه تتعلق بغضب الله عز وجل من الفساد الذي طغى في الارض وكعقاب للبشريه انزل الله عز وجل عليهم الطوفان العظيم ليكونوا عبره للاجيال القادمه ولهذا امر الله عز وجل النبي نوح عليه السلام ببناء سفينه كبيره لانقاذ زوج من كل كائن حي على وجه الارض ومن امن معه واهل بيته عدا الذين كفروا قيل زوجته وابنه اللذان كانا كافرين قال الله عز وجل في القران الكريم فاوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا فاذا جاء امرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك واهلك الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ففي الحضاره البابليه أن الآلهة ضاقت ذرعا من الضجيج الهائل فقررت إهلاك البشرية بشكل مريب للتخفيف من هذا الضجيج وكان هذا أمرا مرعبا أما شكل السفينة والمواد المصنوعة منها كان موقع جدل كبير بين العلماء والحضارات فالبداية مع الدين الإسلامي قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فجاء وصفها في القران على انها فلك والفلك هو الشكل الوعائي الذي يشبه شكل قوارب النجاه اما المواد المصنوعه منها اخبر الله سبحانه وتعالى انها ذات الواح ودسر فالالواح يقصد بها الالواح الخشبيه اما الدسر فهي مسامير السفن ولكن البحاره العرب في القرون الوسطى استبدلوا الدسر المعدنيه بحبال تربط اجزاء السفينه حتى يستطيع راكبوها اصلاحها بكل سهوله لكون المسامير المعدنيه تصدا بسهوله ويصعب اصلاحها فاصبحت الحبال التي تستخدم بدل الدسر المعدنيه تسمى دسرا حتى ذهب بعض المفسرين الى القول بان دسر السفينه المذكوره في القران هي حبالها هذا الوصف يشبه الى حد كبير الوصف الذي وجده علماء الاثار على الالواح الحجريه والطينيه التي تعود الى الحضاره القديمه استمعوا مشاهدينا إلى هذه القصة. في عام 1948 عثر ضابط بريطاني على لوح طيني مثير للاهتمام أثناء وجوده في الشرق الأوسط، ولكن قيمة هذا اللوح الصغير لم تعرف إلا بعد 40 عاما بالصدفة. بعد ان قرر ابنه اخذ اللوح الى المتحف البريطاني ليتبين بعد دراسه اللوح الذي يعود عمره الى اكثر من اربعه الاف عام ان الكتابه التي عليه تتناول شكل قارب كبير وقصه طوفان عظيم وبحسب اللوح يدور حوار بين اله البابليين وبطل الروايه اتراهاسيس إذ يطلب البابليون من أترا أن يهدم منزله ويبني قاربا على شكل دائري والملفت والغريب أن اللوح الحجري يتناول بالتفصيل شكل القارب وأبعاده التي كانت منها أيضا بعض الخشب وبعض الألياف النباتية كالقصب والحبال أما في ثقافة الجلجامش فإن القارب على شكل ناطحة سحاب مما أثار استغراب العلماء حيث تساءلوا ان قاربا على شكل ناطحه سحاب مربع وهو مليء بالحيوانات الا يكون مصيره الغرق لا احد يعلم اما في التوراه فقد طلب من نوح صناعه تابوت ضخم وان يطليه بالقطران كي لا تتسرب اليه المياه الى ما يشير الى ان شكل القارب كان على شكل طولي هذه النقطه الجدليه المتعلقه بشكل او المواد المستخدمه لصنع القارب كانت في الحضارات القديمه تتناول القصص الشهيره شفاهيا في بادئ الامر ومن ثم عن طريق النحت على الالواح الطينيه والحجريه لذلك ضياع هذه الالواح او تلفها او اعاده كتابتها مره اخرى يؤدي الى تحريف بعض المعلومات او تغيرها بدون قصد اما مسار السفينه التي مشت فيه والمكان الذي رست فيه فهو محل جدال وقد كان هناك عده اجوبه ابرزها ما طرحه العالم المصري الدكتور محمد البسطاويسي في احدى الجامعات السعوديه ان الطوفان انطلق من شمال اليمن وانتهى في بلاد الشام ومر بالاراضي السعوديه وقد استند في بحثه الى بعض ايات القران الكريم والدراسات الهيدروجينيه وتحليل صور الاقمار الصناعيه. ولفت الى ان نقطه البدايه للاستدلال على مكان الطوفان تناولت البحث عن التنور او البركان الذي ورد ذكره في القران الكريم ولكن اين رست سفينه نوح واين موقعها اليوم فقد حدد القران الكريم المكان الذي رست فيه اذ يقول الله تعالى وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين فقد اختلف العلماء في ان السفينه رست على جبل الجودي في مكه المكرمه وقال البعض انه يقصد به جبل في منطقه الموصل العراقيه وقال اخرون انه جبل في تركيا قال بعض العلماء ان الاصح انه جبل الجودي بالسعوديه فقد قال نوح عليه السلام وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ووفقنا لكل ما تحب وترضى واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ثبتنا على توحيدك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات ان شاء الله تعالى